إن شاء الله الله يا يسلمك يا رب. يحميك ويحمي كل شباب أمة سيدنا محمد يا رب. طيب الله من يسلمك بعد يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم وبكرة عندنا آخر محاضرات الغداء، اليوم عن الأقناد عند الذكر، وإن شاء الله بكرة أو اللي بعده عن الأقناد عند الأنثى. مخطط المحاضرة عن المنشأ في دائما فكرة يعني جنينية وتشريحية عن الغدة اللي بدنا نحكي عنها، وحنحكي اليوم عن الهرمونات الوطائية والنخامية التابعة على القندية يعني، وبنحكي عن البلوغ وعن قصور الأقناد والعنانة والتسدي وأورام الخصيتين والبلوغ المبكر. طيب هلأ أول شيء مهم هالمرة المنشأ الجنيني للأقناد. الأقناد هو الغدد المسؤولة عن إنتاج الهرمونات الجنسية، المبيض عند الأنثى والخصية عند الذكر. المنشأ المبيض والخصية بيكون من قشر الحيز التناسلي بالأسبوعين الثامن بين الأسبوعين الثامن والعاشر، بينما الأقنية التناسلية يعني بين اللي بيوصل بين المبيض أو الخصية والأعضاء التناسلية الظاهرة، هون بنسميه الأقنية التناسلية. هي بتنشأ من الكهف البولي التناسلي، بتكون قناة مولر للإناث يعني في البوقين، قناة وولف للذكور، القناة الناقلة للمني اللي الحين مرقوا معنا. الأعضاء التناسلية الظاهرة تنشأ من الجيب البولي التناسلي بإشراف التستوستيرون عند الذكور، حيث أن وجود التستوستيرون تطلع أعضاء ذكرية، بينما غياب التستوستيرون إن شاء الله يكون المريض إكس واي أو وايتين وإكس، راح تتجه نحو أعضاء مؤنثة. إذا يتطلب التمايز نحو النمط الذكري السوي، يكون عندي وجود الأندروجينات ووجود عامل مضاد لمولار. الهرمونات الوطائية النخامية، عندي من الوطاء أو تحت المهاد بينفرز الجي إن آر إتش يعني الجونادوتروبين ريليزينج هرمون، فهذول اللي بيروحوا على النخامة. النخامة شو بتعطيني؟ الاف اس اتش. الاف اس اتش بيروح بيعطي الاف اس اتش بيروح على المبايض اللي بيعطينا بيطور الجريبات، وعند عند الخصية بشكل النطاف. إذا تنشيط إنتاج الخلايا التناسلية وله تأثير إيجابي عليها، هيك أظن بالزائد. هلا وبينتج الاستروجين عند الإناث، بينما ال ال اتش اللي هو اللوتيزنج هرمون، ال اتش بينفرز تحت تاثير الجي ان ار اتش، وشو بيعطينا؟ بيعطينا الهرمونات الجنسيه. تشكيل الجسم اللوتيني عند الاناث يعني بياثر بالمرحله بعد الاباضه، هي المرحله البروجستيرونيه او المرحله اللوتيينيه، وبيأثر بشكل إيجابي على تشكيل التستوستيرون عند الذكور. ضروري جدا من الهرمونات الوطائية النخامية ندرس البرولاكتين، لأنه البرولاكتين مثل يعني قاعد منظم أو مشركل لل يعني أما عم يحط إيده بشكل إيجابي لتنظيم الوظيفة الجنسية، او يعني انه هذا المحور، او انه بيحط دولاب بالعصي مثل ما يقولوا بيفركش المحور هذا كله. تحت اي تاثير؟ تحت تاثير البرولاكتين ريليزنج انهيبيتوري هرمون اللي هو الدوبامين. هلا الدوبامين ما بيخلي البرولاكتين ينفرز بكميات كبيره، بصب هذا الهرمون اول شيء انه ما بيخلي الحليب يتصبط عند الاناث الطبيعيات يلي ما عندهم هلا لا حمل ولا ارضاع، ثانيا اضطراب التنظيم التناسلي عند الذكور. هلا بدنا نحكي لمحه عن البلوغ البوبيرتي، هو الانتقال من مرحله الطفوله يعني طفل بيكون مثلا عمره 5 سنين 6 سنين الى مرحله النشاط الجنسي اللي هي تقريبا 15 16 سنه، من أجل الإنجاب واستمرار النوع البشري، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من شان يجيبوا أولاد يقولوا لا إله إلا الله، يكون لهم رصيد كبير عند رب العالمين. هلأ إذا كان البلوغ تدريجي طبيعي، أما إذا كان متسارع
يعني مثلا هلا حنشوف انه كيف حتكون تطور، يعني اذا كانت سارة خلال شهرين ثلاثه هذا مو مقبول ابدا، واما اذا تطور خلال سنتين 3 سنين هذا الطبيعي. يبدا البلوغ عند الانثى بعمر 8 سنوات. يبدا البلوغ، شو قصدنا بالبلوغ؟ علامات البلوغ الاولى اللي هي اول علامات البلوغ عند الانثى هي ظهور برعم اكبدي. هلا وقت بنقول يبدا البلوغ يعني قصدنا بالمظاهر الجنسيه الثانويه التي تسبق نهايه البلوغ. نهايه البلوغ عند الانثى هي الحيض الطمس، وعند الذكور هي ظهور المني. إذا أولى علامات البلوغ عند الأنثى هي ظهور برعم أكبدي. بعدين تتكامل، بعدين بتظهر العلامات الثانية وبيتكامل البلوغ خلال سنتين، يعني ممكن نقول 4 سنين، بس 5 سنين أكثر من هيك لا، يعني إنه مثلا بلشت البنت بظهور العلامات مثلا بال9 سنين وصار عمرها 15 16 سنة وما ظهر عندها الطمس، هذا أكيد شيء مو طبيعي. إذا أول شيء ظهور برعم الثدي، بعدين ظهور أشعار العاني والأبط، بيصير عندي هون قفزة نمو لازم تطول الأنثى بهالفترة، تطور الأعضاء التناسلية الظاهرية، ثم ظهور الطمس. هي بالنسبة للإناث. أما بالنسبة للذكور، أول العلامات هو كبر حجم الخصيتين والصفن وأغميقاق لون الصفن، وبعدها ثم كبر حجم القدي. وسطياً يظهر الطمس عند الأنثى بعمر 12 سنة و8 شهور، يعني تقريبا قريب 13، هذا بشكل وسطي. هلا هذا يعني حتى بمناطقنا هذا تقريبا الطبيعي، طبعا بيختلف بين المناطق الحارة وبين المناطق الباردة، المناطق الحارة أصغر بكتير، المناطق الباردة مثل الدول الإسكندنافية أكيد أكثر بكتير. نحن تقريبا هون هذا قلنا 12 سنة و8 شهور. عند الذكر البلوغ بيكون بعمر 13 سنة و4 شهور. ذروة النمو عند الأنثى يعني إنه 25 سنتي، فلذلك يعني النمو يلي قبل قفزة البلوغ مهم حتى يعطي الطفلة طول أكبر. إذا عند الأنثى ممكن إنه تطول 25 سنتي وعند الذكر 28، والله وكأنه الذكر أكثر لسه، ما شاء الله في شباب بياخذوا طول كثير منيح. طيب هلا اذا نفترض اجت الام مزعوره مع بنتها انه بنتها صار عندها بلوغ ولساتها قصيره كثير، هلا هو بنقول لهم انه لا ان شاء الله لسه في فتره نمو بعد حدوث الطمث، وخصوصا اذا ما كان طمث منتظم. البروجستيرون مجرد انه صار عندنا هرمونات اباضيه ومنتظمه كل شهر بشهره بصراحه بتسارع بالنمو، لا يعني بنمو العظمي وانغلاق المشاشات. بينما اذا تعرضت لفتره طويله من الاستروجين دون البروجستيرون معناها انا لسه عندي في مجال للطول ولقفزة نمو اكبر ان شاء الله. هلا في القصه السريريه ما كثير مهمه، المهم هلا التغيرات الفيزيولوجيه اثناء البلوغ. عند البلوغ ذروه النمو بتكون بعمر بين التسع سنوات ونصف ل 14 سنه ونص، بتطول 25. عند الذكور بين 10.5 وال 16 سنه، بتعرفوا انه انتم عموما انه الاناث بيكبروا قبل الشباب، يعني بيبلغوا قبل الشباب. الطمث لاول مره الطبيعي بين 10 سنين وال 16 سنه ونص، للاسف احيانا والله كثير عم نشوف انه فعلا بنات يعني 10 سنين معناها صف رابع، يعني مش شكله بعمر 10 سنين، بس صراحه يعني مو شيء فظيع انه بعمر ال 10 سنين، هذا العمر الادنى يعني المقبول، بس كثير عم نشوفه هالفتره. وسطيا مثل ما قلنا تقريبا 13 سنه الا شوي. بالنسبه للذكور انه البلوغ الكامل بيكون بعمر 13 سنه و4 شهور. تطور الثدي بيكون ممكن يبلش من 8 سنين، ممكن ما يبلش ل 13 سنه، هذا يعتبر كمان طبيعي. بالنسبة لبداية البلوغ عند الذكور ممكن تبلش بال9 سنين، ممكن يبلش إذا ما بلش لـ13 سنة ونص كمان لساته مقبول، بس إذا تأخر ممكن إنه هلأ حنحكي عن البلوغ المتأخر. هلأ ظهور شعر العاني كمان إنه بين 8 و14 سنة عند الجنسين. هلأ أريض التلقيم الراجع السلبي حكينا عليها كتير. انقطاع الطمس
غياب هو غياب الطمس قد يكون بدئي، انه المريضه ما اجت ولا دوره بحياتها، او ثانوي انه رضع مثلا حملت ورضعت وفطمت ابنها واجتها دوره وصار لسنه ما اجتها، هذا اسمه انقطاع طمس ثانوي، يعني انه بعد ما اجتها بعد ما اجاها طمس طبيعي صار عنده غياب ثانوي. البلوغ الكظري هو طبعا اكيد بلوغ كاذب، انه الكظر بيفرز لنا هرمونات جنسيه، واخص عموما تكون مذكره، لانه شفتوا هدلولة اغلبهم اذا بتتذكروا الهرمونات المفرزه من الكظر الديهيدرو اندستيون والتستوستيرون، هدلولة اغلبهم انه هرمونات جنسيه مذكره بتخلي تبلش انه تتطور عند الطفل تطور الصفات الجنسيه الثانويه، وهذا عموما البلوغ الكظر بيكون بلوغ بكاذب وباكر يحدث بعمر 6 سنين. وهلا حنقول ليش بلوغ كاذب، لانه ما له مبلش بشكل طبيعي من من تحت المهاد والنخامه وبعدين اجى على الاعضاء التناسليه، لا انه بلش من مكان خطا بس افرز لي الهرمونات الجنسيه اللي تعطيني صفات جنسيه ثانويه، بس بينما انه هرمونيا وخصويا بيكون لا ما في بلوغ حقيقي. البلوغ الكل قلنا لكم انه ظهور الصفات الجنسيه الثانويه وينتهي بتشكل النطاف والبيوض، تشكل النطاف انه ظهور السائل المنوي، والبيوض انه ظهور الاباضه وظهور الدوره الطمسيه. الجهاز التناسلي عند الرجل حكيناها انه من اين تنشا الخصيه والاقنيه البوليه التناسليه، بينشا من تنشا الاقنيه البوليه التناسليه من الكهف البولي التناسلي، الأعضاء التناسلية الخارجية من الجيب البولي التناسلي. هلا يعد إفراز التستوستيرون من الخصيتين المسؤول الأول عن تكوين الأعضاء التناسلية الخارجية الذكرية، مثل ما أن غيابه لو كان المريض XY حيصير عنده الأعضاء التناسلية أنثوية. تذكرة تشريحية ونسيجية، أبعاد الخصية وتطورها عند الرضيع الولد الصغير بكون طول الخصية 1 سنتي ووزنه 1 جرام، ولازم بكرة أنتم كأطباء أطفال دائما أو يعني عموما أنه أطباء الأطفال هن مسؤولين دائما أنه يتأكدوا من كيس الصفن وجود خصيتين فيه، وإذا ما في خصيتين ضروري ينبهوا الأهل منشان أنه إذا في خصية هاجرة منشان بعد ما يكبر البيبي شوي يرجعوا لعند طبيب البوليه ويشوف لنا انه هل الخصيه نزلت موجوده بمكانها او انه هي خصيه هاجره، كثير مهم هذا الكلام. وحتى لازم ننبه للاهل انه دائما تتاكد الام هي وعم تغير الفوطه لابنها انه تتاكد من وجود الخصيه بمكانها خصيتين يمينيه يعني تنتين. هلا بعد البلوغ بصير طول الخصيه 4.5 سنتي والوزن تقريبا 20 جرام. هلا ابعاد الخصيه كثير مهمه منشان انه نقدر انه هذا المريض يلي هلا حيجينا بمشاكل تناسليه، انه هل يعني ليش ضروري تعرفوا هذا الطول؟ منشان تعرفوا انه اذا اجى مثلا مريض عمره 30 سنه وعنده مشكله تناسليه فحصنا الخصيتين بيطلع انه مثلا قياس الخصيه 2 سنتي، هذا اكيد مو طبيعي وما بنقبل فيه. نسيجيا تتألف الخصية في عنا 3 خلايا مهمين، 3 أنواع من الخلايا. أول شيء عندي الغدة المنوية وهي الأنابيب المولدة للمني، وهي بتكون فيها النطاف وتقع تحت تأثير الـ FSH. عندي النسيج الخلالي، في عندي نوعين من الخلايا كتير مهمين، هذا الكلام اللي رح أحكيه هلأ كتير مهم. خلايا لايديك شو بتفرز؟ بتفرز التستوستيرون اللي بيحرض عند البلوغ صفات الجنسية الثانوية. هلا حنحكي شو هي الصفات الجنسية الثانوية، يعني الشوارب والدقن والصوت الأجش أو الخشن، وهذا تحت تأثير مين بيوقع؟ تحت تأثير الـ LH. هذا الكلام كتير مهم، هذا السلايد مهم جدا. خلايا داعمة، خلايا سيرتولي موجودة على يسار الصورة، خلايا سيرتولي خلايا كبيرة الحجم لها امتداداتها السيتوبلازمية بحيث انه تحيط بالخلايا المولدة للنطاف خلال تطورها.
من بداية تطورها إلى أن تنتهي النطاف وتذهب إلى لمعة الأنبوب الناقل المني، هي بتفرز هرمون الإنهبين. يعني بتقعد بتراقب إنه الـ FSH عم يجي لعند الخلايا المولدة للمني، عم يتم التطور والإنتاج بشكل جيد، أوكي بتفرز هرمون الإنهبين وبتبعت له للنخامة إنه الأمور تمام، الـ FSH ما في داعي ينفرز بشكل كبير. الفسيه لها وظيفتين اساسيتين، اول شيء انتاج النطاف، وثاني شيء افراز التستوستيرون. انتاج النطاف من الخلايا المنويه تحت تاثير ال FSH. هلا مثل ما قلت لكم بيتصبط افراز ال FSH من مين؟ من الانهبين اللي بينفرز من خلايا سيرتولي اللي قاعده عم تتفرج على الخلايا المنويه شغله تمام، تبعت له للنخامه انه شغله تمام ما في داعي لافراز اف اس اتش من المزيد من الاف اس اتش. بينما الوظيفه الثانيه لا الخصيه هي افراز التستوستيرون من خلايا لايديك تحت تاثير ال اتش. هلا وقت بيرتفع التستوستيرون بشكل مقبول بيروح له مستقبلات على الخلايا النخاميه، كمان بتسبب تنظيم بافراز ال اتش. الخصية كمان تفرز هرمونين تانيين من الاندروجينات، مو فقط التستوستيرون، في عندنا كمان الاندروستينجيون وكذلك الديهيدرو ابي اندستيرون. هن هدول موجودين اكثر شيء من الكزار، بس ممكن انه ينفرزوا كمان بكميه وفعاليه قليله من الخصية. هلا مثل ما قلنا سبحان الله انه ذروه نشاط الانسان وبكل اعضائه هي تقريبا بحدود 33، هون عم يقولوا انه الذروه بتكون بال 35 لل 40 بعدين بتخف حتى سن الشيخوخه. شو وظائف التستوستيرون؟ اول شيء بيحرض الخصائص الجنسيه الثانويه عند البلوغ، تكوين الشكل الرجولي، لحن الصوت، اشعار اللحيه والبدن، نمو الاعضاء التناسليه بما فيها البروستات والحويصلات المنويه، وكذلك نمو البدن. سبحان الله شكل الرجل كيف انه عنده عرض من المنكبين يعني بين الكتفين انه عريض، بينما ما في توضع للنسج الشحميه بالاليتين، ما عنده خصر مثل الاناث. سبحان الله يعني انه شكل الانثى تماما يفرق عن شكل الذكر. غير انه التستوستيرون بيعمل الخصائص الجنسيه الثانويه، كمان بيحرض نمو الانابيب المنويه. إذا بتتذكروا حكينا عليه هذا بمحاضرة سابقة، إنه بيصل التستوستيرون عن طريق الأوعية اللمفاوية إلى الأنابيب المنوية، وبيعطيها كمان يعني بيعطيها تلقيم إيجابي إنه اشتغلي بشكل أفضل لإنتاج المني. من وظائف التستوستيرون احتباس الشوارد والازوت والفوسفور بالجسم. الازوت لانه التستوستيرون هو شو؟ هرمون بناء. بناء الانسجه وخاصه البروتين، التستوستيرون هو هرمون بناء، وبتعرفوا احيانا بيحقنوا بالعضلات من شان يزيدوا حجم العضله ويتباهوا فيها بشكل كاذب. هلا رح نحكي على هذا الموضوع كثير. كيف بيستقلب التستوستيرون؟ اول شيء مثل ما قلنا هو الاغلب بينفرز من خلايا لايديك، وقسم منه بينفرز من قشر الكزر وممكن انه يتركب بالكبد، وقسم قليل منه بيتركب من الاندروستينجيون الموجود بالبلازما اللي هو بالاساس اصله من قشر الكزر. اذا اغلبه من 90 ل 95% منشا التستوستيرون من الخصيه من خلايا لايديك، طبعا من طليعه الكوليسترول. بينتقل بالدم وهو مرتبط بالبروتينات اللي هي البيتا جلوبولين، و5% فقط بيكون بشكل حر يلي احنا بنراقبه فري تستوستيرون. ما بنطلب توتال تستوستيرون، ليش؟ لانه له علاقه بتبدلات البيتا جلوبولين. هلا بالانسجه يتحول في الانسجه المستقبله، يعني مثلا مثل ما كان الجلد باللحيه والزقن، يتحول إلى المركب الفعال وهو الديهيدروتستوستيرون، وذلك بواسطة خميرة 5-ألفا-ريبكتاز. وهذا طبعاً بيرتبط مع بروتينات نوعية داخل الخلية وتساوي عمليات داخل الخلية، وبتعرفوا كمان القصة. هلأ تطرح الأندروجينات على شكل مركبات 17 كيتوستيرويد بالبول، وأما عن طريق الكبد بينفرز بعد اقترانها مع جذر الكلوكورونيدات.
هلا الخصيتان عند الكهول. هلا وزن الخصية ما بيتغير أو نادرا ما يتبدل مع تقدم العمر، يعني ما بيصير ضمور بالخصية، لكن شو اللي بيصير؟ بيصير إنه بتنقص عدد وفاعلية خلايا لايدي. هي التبدلات أكثر شيء بنشوفها بعد بالعقد الحياة السادس، يعني بعمر 60 سنة، أو العقد السادس أظن بين 50 و60. هلا وبصير عندهم وقت بصير هالتبدلات بصير عندي نقص بتركيز التستوستيرون. ليش؟ لأنه التستوستيرون بالأساس مفرز من خلايا لايدينج. هلا وقت بينقص تركيز التستوستيرون تحت تأثير التلقيم الراجع السلبي اللي تأذى بسبب إنه نقص التستوستيرون، شو بده يصير؟ بيرتفع الجونادوتروبين. وقت بيرتفع الجونادوتروبين بصير بيجيني اف اس اتش وال اتش، هدول بيزودوا بصير بيتحول الاندروجين المفرز الى استروجين تحت تاثير الجونادوتروبين المرتفع. فلذلك عند الذكور ممكن انه نلاقي عندهم تسدي. هي التبدلات انه الجي ان التستوستيرون نزل، الاف اس اتش والال اتش طلعوا، بصير بسبب ارتفاعهم بيتحول الاندروجين لاستروجين. هالشيء بيؤدي ل تسدي خفيف وفرط التصنع البروستات. بتعرفوا انه المرضى ما بيصير عندهم، يعني اطباء الجراحه البوليه بيشتغلوا بالبروستات عند انه المرضى يلي عمرهم فوق ال50 واخص فوق ال60. هلا بدنا ننتقل على قصور الاقنعه. هلا وقت بنقول قصور الاقنعه، اما المشكله بتشكيل النطاط او بافراز التستوستيرون، او انه المي لا عم يتشكل عنده نطاط ولا عم يتشكل عنده تستوستيرون. اسباب قصور الاقنعه البدئي، شو المقصود بالبدئي؟ انه الغده القنديه النهائيه هي المضروبه. اسباب البدئي هو انه المشكله بالخصيه بشكل اساسي. هلا البدئي له عندي كمان نوعين، خلقي ومكتسب. الخلقي انه المريض عنده متلازمه كلاين فلتر وهو اكثر شيوعا بين هدول، ومتلازمه خلايا سيرته اللي هلا احكي عنها، او اعطاب انزيميه ما بتخلي عندي ينتج تستوستيرون بشكل جيد او بتمنع انتاجه بشكل نهائي. قلنا ما في تستوستيرون، اذا المريض بيتجه نحو شو؟ نحو الانوثه او ما يسمى الخنوسه الكاذبه، رغم انه مثل ما قلت لكم بيكون عنده اكس واي كنمط صبغي. المكتسب، القصور القندي الخصوي المكتسب نسبته 0.5%. أشيع الأسباب تبعه النكاف. إذا أشيع أسباب أكثر شيء البدئي إنه شو يكون عندي متلازمة كلاين فلتر. المكتسب هو أقل، وأهم أسبابه النكاف. كثير بدنا ننتبه إنه وقت بيكون في بالعيلة طفل عنده نكاف اللي بنسميه أبو كعب، بنحاول انه نحجره، لانه اذا انصابوا اخواته الشباب ممكن انه يؤدي للعقم. عفوا مو بس الشباب، حتى اذا صار عند البالغين سواء ذكور ام اناث، اذا انصابوا بالنكاف ممكن نسبه منيحه منهم انه ينصابوا تنصاب المبيض او الخصيه، وممكن يصير عندي عقم. بدكم تستنوا لحظه شحن دقيقه. بسم الله. تمام، نرجع. النكاف إذا صار بعد البلوغ بيؤدي للعقم عند الجنسين، عند الذكور والإناث وليس عند الذكور فقط. هلا ليش؟ هلا بيقولوا إنه عند الذكور أكثر، لأنه أشياء يعني أسباب العقم عند الإناث كبيرة كثير، مو بس مبيضية وحوض وبوقين، كثير في أسباب. الأسباب العقم عند الإناث أصعب بكثير من أسباب العقم عند الذكور. إذا أشيع سبب للقصور المكتسب، والحمد لله قلت نسبته بعد وجود اللقاح. ليش انه ليش عم نحكي عليه؟ لانه 25% من مرضى النكاف بصير عندهم التهاب خصيه، وربع و25% بيصير عندهم التهاب خصيه بتتطور لاذيه خصيويه دائمه غير قابله للعكس.
هلا بدنا نحكي على شغلة كتير خطيرة، اللي هي إنه الشباب الرياضيين يلي بيروحوا وبياخدوا استيرويدات بانية مشان ينموا عضلاتهم، هي اللي بيحقنوا فيها بعضلات الذراعين والبطن والفخذين مشان يعني شغلة بهورة وعلى بلا طعمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. للأسف هي شائعة جدا عند الشباب، أحيانا قد تؤدي إلى العقم الكامل. تؤدي للعقم بآليتين، أول آلية إنه بتثبط المحور الوطائي النخامي، يعني مثل المريض إنه عنده داء كوشينج بسبب كورتيزون زيادة، شو بيكون عنده الأسيتات شو مثبط، وهون نفس الشيء أنا عم بعطي من برا ستيرويدات ثانية مثل التستوستيرون، شو بلاقي الـ FSH والـ LH رح يتثبطوا، وبالضبط هو الـ LH وبشكل غير مباشر أو بشكل ثانوي ممكن إنه حتى الـ FSH يتثبط، بالإضافة لأذية مباشرة ممكن انه تروح على النسيج المنتج للنطاف وتأذيه. غير النكاف والسيرويدات البانية ممكن انه العلاج الكيماوي، هلا كثير من المرضى اللي بدنا نعطيهم اندوكسان السيكلوفوسفاميد لازم نوقعهم انه احتمال يصير عقم. طبعا بيكون المرض يعني عنده مرض خطير والاهل بس بدهم حياته. اسف وكانه بس عفوا من بعد اذنكم في حدا من الشباب فاتح الفيديو. طيب إذن العلاج الكيماوي مثل ما قلت لكم مرضى اللي بدنا نعطيهم علاج كيماوي مثلا عندهم ليمفوما أو عندهم ذئبة خطيرة أو عندهم التهاب أوعية، عندهم التهاب بأوعية الدماغ، يعني المريض بصراحة قاب قوسين أو أدنى، نجي منقول لأهله أو لهو إذا كان واعي لساته إنه بدنا نعطيك دواء مهم لحياتك بس قد يؤثر على العقم. هلأ أحيانا مثلا مريض الليمفوما مثلا أو مريض العلاج الكيماوي ممكن انه ياخذ في شيء متقدم، يعني بالدول المتقدمه ممكن انه ياخذوا له عينه ويحتفظوا له فيها مشان بعدين وقت بيقرر الانجاب انه يكون في عنده نطاف طبيعيه وقبل العلاج الكيماوي. في عندنا كمان السموم، في بعض المواد القاتله للذباب والجلزان ممكن انه تسمم الخصيه، التشعيع اذا مثلا عنده سرطان بالحوض واضطر للتشعيع، او هو مثلا لا قدر الله انه عم يشتغل بالاشعه وما عم ياخذ حذره تماما ممكن انه التشعيع بشكل مزمن ومتراكم ممكن كمان يسبب لنا مشكله بالانجاب او يسبب مشكله يعني بكسور الخصيه. احيانا بيكون مجهول السبب والكحول والماريجوانا. هلأ الثانوي حكينا نحن عن قصور الأقنادي البدئي، كنا عم نحكي عن مشكلة بقلب الخصية، هلأ بدنا نحكي عن قصور قندي ثانوي، يعني سببه وين؟ إما الوطاء أو النخامة. هلأ في عندي خلقي من يعني من خلقة منذ الولادة وفي شيء مكتسب، الخلقي متلازمة كالمان هلأ رح نحكي عنها. المكتسب تخرب الوطاء بسبب أورام، بسبب ساركوئيد، بسبب التهاب أوعية. تخرب النخامة بسبب أورام نخامية أو أورام حول السرج التركي مثل ما تتذكروا، مرضى الورم القحفي البلعومي، البرولاكتينوما. هلأ البرولاكتينوما بتأثر بآليتين، إذا كانت ماكرو برولاكتينوما يعني الورم كبير كتير وضغط على الخلايا اللي عم تفرز الـ FSH والـ LH خربها، أو إنه بتعرفهم فرط برولاكتين الدم كتير بشكل وكتير بيخلي يصير اضطراب بالمحور القندي وبنقص الـ JNRH من المهاد. متلازمة كلاين فلتر، مكتوب إنه المريض شو بيكون عنده؟ بيكون عنده طويل القامة. شغلة تانية إنه غبي وعنده مشاكل يعني كتير بيدخل أهله بقصص مالهم فيها، عنده مشاكل اجتماعية وأحيانا جنسية، طويل، ضعف المقوية العضلية، ما في عنده مظاهر جنسية ثانوية جيدة، تسدي، وبيكون عنده خصيتين صغيرتين قاسيتين وعقم. الصيغة الصبغية بتكون عنده X10Y، هو السبب الخلقي الأكثر شيوعاً لقصور الأقنادي البدئي. يعني إذا قلت مثلاً إنه
هذا دائما الاسباب الاكثر شيوعا هي كثير مهمه. ليش؟ لانه انت لازم تفكر فيه اول شيء. واما اذا قلت لك مثلا انه انا عندي قصور عندي قصور خصيه بدقي مثلا، تعطيني انه والله تثبيط باحد الانزيمات بتركيب التستوستيروني اللي بتنتقل مدري شو، يعني بتجيب لي متلازمات ما صعبه جدا غير الاخصائيين ما بيعرفوها. لا، انا بهمني اول ما تقول لك قصور خصيه بدئي تقول لي اول شيء بدي شكلي كلاين فلتر، بدي اشوف طوله، بدي اشوف ذكائه، بدي اشوف الصفات الجنسيه الثانويه عنده. مشان هيك الاكثر شيوعا هي كثير مهمه. حتى بالفحوص العالمية بيقولوا لك إنه الأكثر شيء عم بدهم يشوفوك وقت بيعطوك عرض شو هو أول شيء لازم تفكر فيه وتنفيه. بيزداد معدل حدوثه بتعرفوا، مثل الأمراض الصدرية كلياتها بتزداد بعمر الوالدة. المظاهر السريرية حكيناهم إنه خصيتين صغيرتان وقاسيتان، تسدي ونسبة الإصابة بالسرطان 20 ضعف بالمقارنة مع الذكر الطبيعي. يعني إذا إجاني مريض كلاين فلتر وأمه عم تقول إنه في عنده سدي عم يكبر أكثر من الثاني مثلا، أو تسدي أو أي شيء، مباشرة لازم إنه أفحص وفحص مظبوط مشان أنفي وجود سرطان ثدي. هلا بيكون عندهم طواشية. الطواشية هي إنه جسمهم ما له متناسق، يعني الطرفين السفليين أطول من العلويين بكتير، وشغلة ثانية إنه إيديهم طوال كتير، يعني محيط، يعني إيديهم طوال أطول من طول جسمهم. هي اسمها القواشية. إذا عملنا لهم هلا تحاليل شو منلاقي عندهم؟ منلاقي عندهم التستوستيرون منخفض. ليش؟ لأنه الخصية ما له شغالة. عم يقولوا إنه أحيانا بيكون التستوستيرون نازل وبعض المرضى قد يكون طبيعي. ليش؟ لأنه الخلايا لايديك أقل تأثرا من الخلايا المشكلة للنطاف، ومستوى التستوستيرون اللي عم ينفرز قد يكون كافي لحدوث البلوغ. بس التستوستيرون بيكون مثلا أنه منخفض أو طبيعي، لأنه بعد البلوغ تعرفوا قبل البلوغ الـ FSH والـ LH بيكونوا مصبطين، بينما بعد البلوغ نجي منلاقي التستوستيرون أكيد حيكون منخفض والمستويات الـ FSH والـ LH عالية جدا. مثل ما قلت لكم لدى بعضهم مشكلات أخلاقية اجتماعية. وحتى أنا مرة هيك يعني إنه سمعتها إنه مثلا إنه مريض من كلاين فلتر صار معه مشكلة فوتوا على السجن، بعد ما إجوا أطباء الغدد اللي شخصوا لها بصراحة غيروا له الحكم إنه هو هذا صار عنده هالمشاكل تحت تأثيرات عضوية بجسمه، وخففوا له الحكم اللي عنده. بيكونوا أغبياء مثل ما قلنا. في عندي متلازمة خلايا سيرتولي، يعني إنه الخصية ما فيها إلا غير خلايا سيرتولي وخلايا لايدي. المريض ما عنده خلايا مولدة للنطاف أبداً، فلذلك هذا المريض نجي إنه تزوج صار عنده بلوغ، وتزوج عمل تحليل سائل منوي لأنه زوجته ما حملت، ما طلع عنده آزوسبيرينيا، يعني ما عنده ولا خلية، ما عنده ولا نطفة. طبعاً بيندرس دراسة هرمونية، واخر شيء بيقرر الدكتور الجراح البولي انه يعمل له خزعه خصيه. هلا اذا عنده لقى خلايا مولده للنطاف بياخذ منهم وبيقدر انه يولد منه النطاف، وبيقدر انه يصير حمل طفل انبوب. بينما اذا لقى فقط خلايا سيرتولي وخلايا لايدي منين بيجيب له؟ مني مستحيل. فلذلك هذا بيكون عنده عقم دائم. سبحان الله، تعرفوا إنه رب العالمين قال ونجعل من يشاء عقيمة. هدلون هنين، هدلون ما يمكن إنه يجيبوا أبدا. هلأ قلت لكم هدلون المرضى عندهم صفات جنسية ثانوية، حتى إنه الزلمة تزوج وين نسيت أنا ضيع شو عفواً. طيب إيه إنه التشخيص بيكون بخزعة الخصية اللي بتظهر غياب الخلايا المنوية. مستويات التستوستيرون الـ AH تكون طبيعية، بس ما قلنا إنه الخلايا لايديك بتقعد بتتفرج على الخلايا المنوية هي عم تنتج. إذا عجب الشغل تبعت خبر
للاف اس اتش انه تمام. هلا هون بسبب نقص الافراز بسبب عدم وجود الخلايا المنويه ما بينفرز الانهيبين. من وين بينفرز؟ انه هو ما في خلايا منويه يراقبه ولا شيء، ما بينفرز الانهيبين من الخلايا لايدي، وبالتالي انه الاف اس اتش بيكون عالي كثير عند مرضى خلايا سيرتولي. هذا السؤال كثير ممكن انه نجيبه، تمام؟ كمان ديروا اللي بالكم على هذا السلايد بده يجي منه سؤال. هلا متلازمة كالمان كمان هي متلازمة خلقية، شو سببها؟ سببها انه الخلايا النورونات العصبية المفرزة للجي ان ار اتش لازم تروح لوين؟ لمنطقة تحت الميهاد وتحت تأثير الدوران البابي، انه يروح الجي ان ار اتش لوين؟ لعند النخامة. هون بصراحة بتفشل هي النورونات بالهجرة وبتكون بمكان موجود بالدماغ غير المكان الطبيعي اللي موجودة فيه، فلذلك بصير عنا متلازمة كالمان. أحياناً هي بتكون من ضمن المتلازمات الخط المتوسط، فلذلك بتترافق مع شو بتترافق أحياناً؟ مع نقص حاسة الشم، لأنه الاثنين بيمسكوا بإيدين بعض وبيمشوا، فلذلك إذا فشلوا يهاجروا التنتين مع بعض بيكون عنده مريض متلازمة كالمان وغياب حاسة الشم. أحياناً لا، إنه حاسة الشم موجودة لأنه الجي إن آر إتش غير موجود. يصيب الجنسين لكنه أشياء عند الذكور، هي حالة وراثية جسمية قاهرة أحياناً بتكون مرتبطة بالصبغي إكس. الأعراض السريرية إنه بيجينا المريض إما ما مثلاً عمره 18 سنة وما عنده أي أعراض للبلوغ، أو إنه لا بلش شوي إنه بالبلوغ مثل ما حكينا ضمن الترتيب السابق، لأنه لهلأ ما صار عنده تطور كامل للبلوغ. أكثر شيء نشتبه بتشخيصه عند الذكر اللي جاينا ببلوغ متأخر. شو الأعراض؟ مثل ما قلنا بيجي بقصور الغدد التناسلية، لأنه ما عم يجي جي ان ار اتش وما عم يجي اف اس اتش، بيصير عند المريض عقم، تأخر البلوغ، التستوستيرون نازل، الاف اس اتش ال اتش نازل، وممكن يترافق مثل ما قلنا مع نقص حاسة الشم، وممكن يترافق مع أشياء مثل رنح مخيخي أو حنك مشكوك. العلاج منعالج هذا المريض بالهرمونات البديلة، يعني نعطيه التستوستيرون بشكل مستمر، وقت بده يصير حمل بصراحة بده يروح لعند طبيب الأخصائي الأخصاب لعلاج العقم. هون بدي أعطيه أنا FSH و LH بشكل خارجي حتى شكل عنده الانطاف. ملاحظة هامة كتير، إنه مريض كلاين فلتر مستحيل يجيب ولاد، مريض الخلايا متلازمة خلايا سيرتولي مستحيل يجيب ولاد، تنازل كالمان ممكن جدا انه يجيب اولاد، واخص اذا كان بمناطق متطوره. اذا الانجاب ممكن في متلازمه كالمان، وذلك باعطاء الحاسات النخاميه، اما بكلاين فلتر وسيرتولي مستحيل. الصوره السريريه لقصور الاقنعه بيكون عندهم، اذا كان انه عوز الاندروجين الباكر اللي قبل البلوغ، بيصير عند المريض نقص النضوج الجنسي، وشكله مو شكل رجل تماما، يعني بيجي يعني شكله لا بيشبه رجل لا بيشبه انسان، والغالب بيشبه الانسان، يعني له خصر، له ورك من فوق النحيف من عند المنكبين، يعني هي اسمها القواشي، انه شكله مو شكل طبيعي. عوز الاندروجين المتاخر، لا انه انسان مثلا عمره 40 سنه وهلا انه الخصيه مثلا صار عنده مثلا لا قدر الله انه اجته قذيفه على حوضه وانه راحوا الخصيتين، شو بيصير؟ شو ممكن انه يصير عنده بالعوز الاندروجين المتاخر؟ راح يصير عنده نقص رغبه جنسيه، وحيصير عنده نقص بالكتله والقوه العضليه. قصور الأقناد المزمن بيصير ممكن تضمر الخصيتين، يصير قياسة أقل من 3 سنتي ضرب 5 سنتي، ممكن يصير عندهم تسدي، نقص بالكتلة العضلية، نقص أشعار الجسم، نقص كتلة العظم، فلذلك بينخاف عليهم هدول المرضى. إذا كان عندهم قصور أقناد مزمن وما تعالجوا مظبوط ممكن يجونا بكسور مرضية بأعمار مبكرة.
هلا هون الملاحظة عم يقولوا إنه بعض المرضى عديمي الإخصاب بيكون عندهم ضمور بالخصيتين، ليش؟ لأنه أغلب الخصيتين هي خلايا مولدة للنطاف وخلايا لايبك أكل أقل، لكن مستوى التستوستيرون يبقى طبيعي لأنه في عندي خلايا لايبك، بس الخلايا المولدة للنطاف هي اللي بتاخذ الحجم الأكبر، هي يلي مفقودة عند المرضى العديمي الإخصاب مع ضمور بالخصيتين. التقييم المخبري لقصور الأقنعة، إجا مريض عنده مشكلة تناسلية أو عندنا مثلا سواء مشكلة جنسية أو مشكلة بالإخصاب، مباشرة نحن شو بنعمل؟ تحاليل تستوستيرون، الأفضل إنه نعالج الفري نطلب الفري تستوستيرون. هلا إذا كان التستوستيرون نازل، هلا أكيد بطبيعة الحال ما المريض ما جايني بأعراض إنه هو طبيعي، هو جاي بقصور أقنان، فلذلك التستوستيرون يا أما طبيعي إنه قصور الأقنان حن يعني في نعزيه لسبب تاني أو إنه حيكون منخفض. هلا إذا كان منخفض بدنا نشوف المستويات اللي أعلى منه، هل الـ FSH والـ LH طبيعيين ولا ناقصين؟ إذا ناقصين شو منشخص؟ منشخص قصور ثانوي، بينما القصور البدئي اللي مشكلة بالخصية يكون الـ LH مرتفع، هذا بيدل على نقص بإنتاج الأندروجين من الخصية، وإذا كان الـ FSH مرتفع بيدل على أنه في عندي الخصية ما عم تنتج نطاف بشكل جيد. أما إذا كان الجونادوتروبين منخفض أو طبيعي معناها في عندي عطب بتحت المهاد أو بمنطقة النخامة. هلأ ممكن أنه نطلب عند إذا مريض شكيت عنده بكلاين فلتر، يعني إجا التستوستيرون نازل والـ FSH والـ LH طالع، بطلب الصيغة الصبية تجيني إكسين واي، يعني المريض عنده شو كان هي بالعلم الخلية أو النسج، إنه إذا في عندي إكسين شو كان اسمه، أي حدا يفتح المايك ويذكرني، جوسين بار، منلاقي عند هذا صحيح إنه هو إكسين واي، ورغم هيك نشوف عندهم جوسين بار، لأنه الجوسين بار بتشكل موجود إكسين مع بعض. لتقييم الوظيفة الزهارية والإنتاجية بنعمل فحص سائل منوي. هلا احيانا في مرضى بيكون مثلا عندهم عملوا عمليات تم ربط الاسهر بشكل خاطئ، او يعني انه في المريض عنده مشكله بالقنيات النقل المني انه مسدوده او منغلقه. هلا هذا بيعمل لها تحليل سائل منوي بيطلع عنده ازوسبيريميا، يعني انعدام نطاف، ولكن المريض صفات الجنسيه الثانويه ممتازه، الوظيفه الجنسيه كمان ممتازه، إلا أنه وحتى فحص الخصيتين طبيعيين تماماً، إلا أنه ما عنده إنتاج نطاف نهائياً. هون الدكتور بعد ما يبعثه لطبيب الغداء بيدرسه بيقول بدي أخذ خصية، إذا كان عنده تكوين النطاف طبيعي هذا عنده انسداد بالقنيات الناقلة، وبالتالي أنه ما بيكون في عنده فركتوز بالسائل المنوي. تدبير قصور الأقناد، أول شيء إنه نحن هلأ مثلاً إنه طفل مو طفل مثلاً شاب عمره 20 سنة وعنده قصور تناسلي قصور خصية، أول شيء نحن لا ما سائلين عنه، ما لو متزوج أصلاً ما مفكرين نزوجه، ما بنفكر بالإنجاب، هلأ بدنا نفكر بشو نعطيه التستوستيرون منشان يطلع له الصفات الجنسية الثانوية ويصير مثله مثل رفقاته. إذا تصحيح التستوستيرون عن طريق أقن عضلية كل أسبوعين واحدة، وهلأ صار فيه من الساقات الجلدية. الهدف من إعطاء التستوستيرون إعادة القدرة الجنسية، والأهم منه كما قلنا إنه الأعضاء الصفات الجنسية الثانوية من شان نفسيته، وشغلة ثانية إنه منع ظهور هشاشة العظام عند المريض. مريض إنه عالجناه لنفترض بالتستوستيرون صارت أموره تمام، لأنه منشان تشكيل النطاف ما يمكن، مثل مثلا مرضى كالمن بنعطيهم التستوستيرون هيك لحتى يتزوجوا، متى ما تزوجوا صار بدهم انجاب، هون بدنا نعطيهم الهيسي جي العضلي يلي له تاثيرات مشابهه للجي ان ار اتش، بنعطيهم الاف اس اتش، المرضى اللي عنده الاف اس اتش نازل بنعطيهم الاف اس اتش، ممكن انه نحط لهم كمان لمرضى كالمن مضخ جي ان ار اتش بتضخ الهرمون بشكل نبضات، منشان هدول ليش بنعطيهم؟ منشان شو؟ منشان تشكيل النطاف.
احيانا انه بنعطي البروموكريبتين او الكابرجولين اذا مريض عنده مشكله طلع سببها فرط افراز البرولاكتين. اذا المريض عنده مشكله بالانابيب الناقله ممكن انه نعمل له عمليه جراحيه او دوالي الحبل المنوي، ممكن انه يتصحح لمشكله الانجاب او تشكيل النطاق عنده. احيانا الاطباء الاخصاب بيعطوا كلوميفين للرجال اللي هو اسمه كلوميفين، بيعطوه هو بالاساس حاصل لمستقبلات الاستروجين. شو اليه عمله؟ انه بيعزز الافراز الداخلي للجي ان ار اتش والاف اس اتش والال اتش. بالتالي يعطى للرجال الذين لديهم قله نطاق اوليغوسبيرينيا، بينما لو كان عندهم ازوسبيرينيا هذا يا اما بدنا نشوف بخزعه الخصيه او نشوف شو انابيب الناقله. بينما اذا كان عندهم قله نطاق ممكن انه نعطيهم كلوميفين لتحسين انتاج النطاق. سوء وظيفه الخصيتين البدئي مثل ما قلنا، مثل مرضى كلاين فلتر وخلايا السيركري، هذول ما بيجيبوا اولاد ابدا. انا برايي مو من الصعب، من المستحيل. هلا فلذلك مريض ذكر اجانا باضطراب الاقنعه، دائما لازم ناخذ قصه جنسيه، قصه لازم ناخذ انه نشوف تاخر البلوغ، نساله عن البلوغ، نساله عن الرغبه الجنسيه، نساله عن التسدي، عن نقص اشعار الجسم، اذا كان متزوج، اذا في اولاد ولا لا. ممكن انه نعمل انه نساله اذا صار عنده كسور بسبب نقص الكثافه العظميه، بنشوف كتلته العضليه هل شكله مذكر ام شكله يشبه الاناث، اذا في عنده صداع تشوه الشقيه قد يكون عنده ماكرو برولاكسينوما. بالفحص السريري بنشوف انه اشعار الذقن واشعار العاني وصوته الاجش، مثل ما قلت لكم موضوع الطواشيه، ممكن انه نشوف الاعضاء التناسليه الظاهره، نساله عن حاسه الشم او نفحصها نحن نشوف انه حيشم هي الريحه ويميزها عن ريحه ثانيه ولا لا. الساحه البصريه من شان الاورام النخاميه. بالمخبر دائما اي ذكر بيجي بمشكله بموضوع الاخصاب او موضوع الجنسي مباشره بنطلب له برولاكتين، تستوستيرون، تري تستوستيرون واف اس اتش وال اتش. اذا كان عنده البرولاكتين عالي بنبعث على مرنام النخامه، اذا كان التستوستيرون نازل بدنا نشوف هل ال ال اتش والاف اس اتش نازلين، بنقول هذا سببه نخامي. اذا ال اتش والاف اس اتش نازلين بنقول هذا السبب نخامي وبنروح نعمل مرنام نخامه. اذا كان الاف اس اتش عالي معناها المشكله لا عندي مشكله، اذا الاف اس اتش والال اتش عالي معناها عندي مشكله بالخصيه، اذا الاف اس اتش والال اتش نازلين عندي مشكله مركزيه علويه. نطلع على فوق ونبحث عن السبب. حاله سريريه انه ست متزوجه من سنتين ما حصل عندها حمل، عمل زوجها تحليل سائل منوي طلع عنده ازوسبيرينيا، يعني ما عنده نطاف ابدا. هلا في حيكتبوا لنا اسئله ونحب نجاوب عنها. هلا النطاف المعدومه دليل على استحاله حدوث حمل محرض او عفوي. استحاله حدوث حمل محرض ليش؟ النطاف المعدومة أنا بدي أتأكد إنه الخصية فيها خلايا مولدة للنطاف ولا لا. إذا هذا الكلام مو دقيق، لازم نحن أول شيء نعمل نمشي بطريق خوارزميات. إذا بدنا نعمل تحاليل وإذا التحاليل قالت إنه كله طبيعي نروح نعمل خزعة خصية نشوف شو وضع الخصية. هل قد يكون عندي مثلا إذا كل شيء طبيعي قد يكون عندي مشكلة مثلا متلازمة خلايا سيرتولي. إذا كان الفحص عطاني إنه مثلا خصيتان صغيرتان لا هون، والتحاليل إنه الـ FSH والـ LH كثير عاليين، هون بتوجه نحن نحو أكثر شو إنه عندي مثلا كلاين فلتر أو مثلا نكاف. إذا نتائج الفحص الطبيعي بالنسبة للسائل المنوي، لازم الفحص السائل المنوي لازم يكون ضمن شروط. إن أول شيء لازم يتساوى أكيد خلال ساعة من وضع العينة، والأفضل إنه تنوضع العينة بالمخبر. الحجم لازم يكون بين 2 ل 4 ميلي، عدد النطاف بكل ميلي لازم يكون 20 مليون أو أكثر.
يعني مثلا إذا 20 بأربعة لازم يكون عدد النطاف كلي بالعينة مثلا 80 مليون. الحركة لازم يكون أكثر من النص حركة نشطة بالنسبة للشكل، تلتن على الأقل لازم يكون طبيعي الشكل وليس مشوه. حتى نعتمد نتائج تحليل السائل المنوي لازم المريض إنه، وأخص إذا إجانا بأزوسبيرينيا، لازم نعمل 3 عينات خلال 3 شهور. لازم المريض ما يكون بخلال هالفترة لا عم ياخد أدوية ولا آكل رد على هاي المنطقة، ولا يكون في عنا حرارة عالية مشان ما تخربط لي النتائج. لازم يكون بعد الراحة 5 بين 2 إلى 7 أيام. الفحص لازم يكون مثل ما قلت لكم، الأفضل إنه ينحط بالعينة بالمخبر ومباشرة يتم دراستها. هلا المقولة الثانية اللي بدنا نناقشها إنه ننصح الزوجين السابقين مباشرة إنه يعملوا طفل أنبوب. لا يعني يا زلمة صلي على النبي، لسه ما وصلنا لهالمرحلة. يعني تعرفوا إنه واحد يقول له إنه عندك عقم خطير وطفل أنبوب؟ لا، نحن لسه ما عملنا الدراسة المضبوطة. لازم دائما إنه ندرس بشكل نموذجي. يعني أنا ما بعرف ليش حاطين هاي الحالة، إنه برأيهم إنه نحن درسنا من شوي كيف الخوارزمية الصحيحة، إنه نطلب تستوستيرون وكيف كل واحد بدراسته. المهم عم نناقش هاي الحالة إنه لا، ما بننصح دغري في الأنبوب. لازم إنه نعرف المشكلة ونحط إيدنا على الوجع تماما حتى نعرف المشكلة قبل ما نبعثهم على تحريض الإباضة. يعني كيف المريضة بتتحرض لإباضتها ويكون مثلا لسه الزوج عنده مشكلة، وإنه يعني المشكلة عند رجل صعبة الحل. وقلنا للمريضة، بتعرف الأهل أحيانا إنه المشكلة دائما من عند المرأة، بيعطوها تحريض إباضة الدكتورة النسائية إنه زوجي ما في شيء، كل أموره بخير وما رضي يعمل فحص، بس أنا بدي حرض إباضة. هذا الحكي مو صحيح، لأنه حتاخد أدوية زيادة وقد تكون المشكلة مو عندها. دائما بمشاكل نقص الخصوبة لازم إنه نفحص الزوجين معا، وإنه نمشي ضمن خوارزميات صحيحة، مو نتعدى من خطوة لخطوة لأنه هذا الشيء غلط. طبعا هذا علم كتير حديث، يعني علم كتير متطور هلأ، وصارت معروفة الخوارزميات اللي بده يشتغل عليها طبيب الإخصام. هلأ هل يجب إعادة تحليل لنفي الخطأ المخبري؟ مثل ما قلنا، نعم لازم نتأكد أنه من فحص السائل المنوي 3 مرات خلال 3 شهور ضمن الشروط الصحيحة دوما. يجب إجراء خزعة الخصية أولا؟ لا أبدا، مو هي الخيار الأول خزعة الخصية. قبل ما نعطي تحليل تفسير هرموني صحيح، ما بيصير نعمل خزعة خصية. انعدام النطاف يجعل المسؤولية بعدم الحمل على الزوج كليا. هلا احتمال يكون ايه مظبوط انه المشكلة من الزوج، واحتمال يكون كمان الزوجة معترة انه كمان هي عندها مشكلة، سواء بالطمس او عندها مشكلة بالإباضة او عندها مشكلة عاملة زايدة، ومثلا عملية زايدة ومفجورة زايدة، وصار العملية كانت صار عندها تقيؤ وانسدادات بالبوقين. اذا لا، انه او قد يكون عندها تشوه بالرحم هو ما عم يسبب الحمل. اذا ما من يعني ما مو كلام قاطع. هلا بدنا انتهينا من قصور الاقنادي البدئي اللي سبب الخصيتين والثانوي بسبب النخامه او تحت النهار. هلا حنجي على الامبوتنس اللي هي العنانه، اللي حنعرفها انه هي اضطراب بالوظيفه الجنسيه والتناسليه. اكثر شيوعا عند الرجال المسنين. عم يقولوا إحصائيا إنه 5% من الرجال بعمر 40 و50% من الرجال بعمر بين 40 و70 يكون عندهم درجة من سوء الوظيفة الجنسية. هلأ ما يتطلبه إنه الوظيفة الجنسية هو وجود مستوى تستوستيرون طبيعي، فلذلك هي بنسميها العنانة الغدية. يعني إذا كانت مستوى التستوستيرون مو طبيعي، هون بنقول هي العنانة غدية ولازم نبحث عنها، مثل الأسباب اللي قلنا عليها، أسباب اللي نقص التستوستيرون، هل هو سببه مركزي أم خصبي.
ثانياً إنه لازم يكون عندي الجملة الوعائية ممتازة، ما يكون عند المريض مثلاً تصلب عصيدي وفي عندي مشكلة بالأوعية. الشغلة الثالثة إنه لازم تكون الوظيفة العصبية وأخص الجهاز العصبي الودي ما يكون فيه أي مشكلة. فلذلك بتعرفوا إنه عند مرضى السكري بصير عنده نتوء بالوظيفة التناسلية، داء سكري، اعتلال أعصاب كحولي، خطأ جراحي، قطع للأعصاب أثناء عملية بروستات مثلا. الشغلة الرابعة واللي هي كتير مهمة وأحيانا يعني هي الغالب الأشياء، أنه الوضع النفسي كتير مهم. فلذلك أحيانا بتكون مشكلة خطيرة وبيقولوا نفسية، ما بيصير أقول نفسي المنشأ قبل ما أكون درست كل الأسباب الثانية. الأسباب النفسية ممكن تكون شائعة وأخص على رأسها الاكتئاب. الأدوية كتير مهمة، إنه المريض مثلا بيجي بمشكلة تناسلية أو جنسية لازم أعرف شو عم ياخذ أدوية، لأنه في أدوية بتأدي لاضطراب الوظيفة الجنسية مثل السيمتيدين اللي بيعطوه لحموضة المعدة، سبيرنولاكتون دواء الضغط، مضاد أندروجين، خافضات الضغط على رأسها المدرات وحاصلات بيتا، كلياتها ممكن انه تعمل مشكله جنسيه. التقييم بيكون باستجواب وفحص المريض. فينا نميز انه اذا هذا السبب هو عضوي ولا نفسي. ممكن نسال المريض عن قصه وعائيه، اذا في عنده انه وقت بيمشي على الجامع مثلا انه بيقدر يكمل مشيته ولا انه لا بعد 50 خطوه لازم يوقف. ولازم هون ساعتها نفحص الجملة الوعائية. الاستقصاءات، أول شيء إذا كانت عندي إذا شكينا إنه شغلة غدية لازم أعمل الاختبارات السابقة. مين بيرجع تذكرني فيهم؟ أنا حأرجع. التستوستيرون والبرولاكتين والإف إس إتش والإل إتش مباشرة. أي مريض عنده مشكلة بالإخصاب أو المشكلة، طبعاً المشكلة بالإخصاب بدي أطلب كمان تحليل سائل منوي، وأما مشكلة وظيفة يعني كوظيفة جنسية لازم أطلب هدول الأربع تحاليل ولازم يكونوا طبيعيات قبل ما أقول ما عندي مشكلة غدية. مثل ما قلنا إذا كان التستوستيرون نازل لازم نشوف الـ FSH والـ LH حتى أشوف إنه هل هو السبب بدئي أم ثانوي. البرولاكتين كثير ضروري. أحياناً إنه منشان إذا المشكلة الوعائية ممكن يحقنوا بابابيرين ويشوفوا إذا حيصير استجابة أم لا. ممكن يعملوا إيكو دوبلر للمنطقة. التدبير إذا كانت الوظيفة الجنسية سيئة بسبب غدي، هذا غالباً إنه وعرفت أنا المشكلة وعوضت الهرمونات الناقصة، ممكن إنه يعني يمكن العلاج بسهولة. أما الأسباب غير الغدية عموماً وأخص النفسية أو الوعائية أو العصبية بيكون علاجها صعب. الأدوية الخط الأول للعلاج هو الفياجرا اللي هو مثبط أنزيم فوسفودي استراز اللي بيزيد الـ NO الموسع للأوعية. على رأس المركبات في عندي السيلدينافيل، نسبة نجاحها جيدة. ممكن حقن البروستاجلاندينات أو البابيفيرين. إذا كان السبب دوائي مباشرة ممكن نوقف الأدوية المشتبه فيها وعوضها بأدوية ما بتعمل لنا هالمشاكل. السبب النفسي علاجه أحياناً بيكون صعب. هلا إذا أحياناً إنه المريض خلص لقوا إنه عنده في مريض عنده مشكلة وظيفة مشكلة بالوظيفة الجنسية، شافوا طبيب الغذاء قال له ما عندك مشكلة، راح لعند طبيب البولية قال له لو ما فيك مشكلة لأن بلا خد إبرة تستوستيرون. هذا الكلام ما بيصير، لا يعطى تستوستيرون إذا كان المريض عنده مستوى تستوستيرون طبيعي، لأنه ما بيفيد بشيء بل قد يزيد من خطر سرطان البروستات. طبيب الجراحة البولية بالمناسبة ليش بيعطيها مثل بلاسيبو، إنه مثل إنه عطيتك أرضك تحسن عليه، مثل علاج يعني نفسي بس ما بيصير، إنه أنا قدمت لك شيء لازم تتحسن، هذا العلاج ما بيصير. هلا هدلولي نفس الحكي اللي حكيناه الحالة السريرية. هلا حنيجي على موضوع التسدي. هذا الموضوع التسدي هو أكثر شيء يعني بداية الذكر من الناحية يعني إنه رفقاته بيصيروا بيحاكوا كلام بيضايقوهم، فلذلك مزعج كتير نفسيا.
التسدي هو زيادة نسيج الغدة في الغدي في ثدي الرجل نتيجة زيادة الاستروجين أو زيادة نسبة الاستروجين للأندروجين، وقد يكون مجهول السبب. يحدث فيزيولوجيا عند البلوغ، وقد يكون خلقيا مثل متلازمة كلاين فلتر أو جميع المتلازمات المقاومة على الأندروجين. يجب التمييز بين التسدي الحقيقي والكاذب. هلأ للأسف وأخص بعد الكورونا وبعد الأكل الجاهز كتير من الأطفال بيجونا البدانة، إنه الولد كتير متضايق إنه رفقاته مثلا إنه عم يقول إنه هيك إنه صاير لك صدر وكذا، ومن هالحكي نجي نفحصه بيكون ما عنده نسيج ثدي أبدا، كله نسيج شحمي. تبحث له نسيج شحمي ببطنه بخدوده، بيكون عنده سنان بوفالو، رقبته مليانة شحم، وبنفس الوقت منطقة الثدي مليانة شحم بفكر إنه هو ثدي. هلأ التسدي الفيزيولوجي إمتى بيصير؟ بيصير بمرحلتين، عند البلوغ وأحيانا عند المسنين. عند المسنين الذكور بتلاقي أحيانا بسبب ترهل الأنسجة، وحتى أنه تحت تأثير نقص التستوستيرون الخفيف وزيادة الجونادوتروبين مثل ما قلكم ممكن يزيد تحول الأندروجين لأستروجين، وبالتالي بيصير عندهم بروستات وبيصير عندهم تسدي. إذن يحدث عند البلوغ بسبب زيادة الأستروجين الخصبي المرافق لارتفاع الـ LH عند البلوغ، إلا أنه وأخص إذا كان المالوبادين بدي تراجع خلال سنتين لثلاث سنوات. قلنا كمان بيزداد معدل حدوث التسدي الفيزيولوجي مع تقدم العمر بنسبة النص بعد 60 سنة. شوفوا الشكل أن واحد إنه كيف الذكر الطبيعي بيكون ما عنده غير عضلة وفوق منه شوية شحم، بينما الجينكوماستيا لا، إنه في عنده العضلة وفوق منها نسيج شحمي وبقلب منه نسيج غدي. الأسباب، أسباب التسدي اضطرابات خلقية، قلنا هون الكلاين فلتر والمتلازمات المقاومة للأندروجين. اثنين الأورام المفرزة للإستروجين أو الأورام المفرزة للإيش؟ للإتش سي جي. ليش؟ الإتش سي جي في له تحت وحدة بتشبه الإتش، فلذلك ما بتروح الإتش سي جي المفرزة من الورم بيرتبط مع مستقبلات الإتش الموجودة على خلايا لايديك، بينفرز كميات من الإستراديول، وبالتالي بصير التسدي. ممكن كارسينوما الرئة كمان ممكن انه يزيد انتاج الخصية للاستروجين. المرض الكبدي انه الذكر لو عنده استروجين خفيف الا انه بينقص استقلابه، فلذلك بيزيد تواتره بقلب الجسم وبيؤدي لتسدي. ممكن كمان انه زيادة الجلوبولينات، عفوا الستيرويد هرمون بايندينج جلوبولين، الجلوبولينات الرابطة للستيرويدات الجنسية قد تزداد، ومن وبالتالي بينقص التستوستيرون الحر وممكن يصير عندنا تسدي. قصور الكلية ممكن يصير عندهم تسدي، فرط برولاكتين الدم، فرط نشاط الدرق تحت تأثير انه هذا الجلوبولين الرابط ممكن انه يزيد. الشفاء من المخمصة، يعني المريض كان محاصر بالغوطة وطلع عديم وقع سلة تين، هذا المي الوقت كان بالمخمصة كان متثبت عند المحور الوصائي النخاني الخصبي، وقت اجى على ادلب واكل اللحمة والفراريج والفواكه رد رجعت نشط عنده المحور الوصائي، وبالجملة زاد تشكيل الاستروجين سمن المريض وصار عنده تسدي. في بعض الادوية بتسبب تسدي، هي كتير مهمة الادوية اللي بتسبب تسدي، رح يجيكم منه سؤال. سبيرنولاكتون، السيبروتيون، السيميتيدين، الاستروجينات، الستيرويدات البانية، الديجوكسين، كلها ممكن أن تسبب تسدي. سوء استعمال العقاقير، المرضى الكحوليين اللي بياخذوا اللي بيحقنوا ستيرويدات بقلب عضلاتهم ممكن يصير عندهم كمان تسدي، بس احيانا بيكون مجهول السبب. تقييمه لازم اول شيء نميز البدانه انه هذا نسيج شحمي ولا نسيج غدي. كيف بيشوف الطبيب؟ بجس الطبيب الضرع او المسافه الوربيه عندما يضغط على الحلمه، هي بتكون عند البدينين. اما عند في تسدي لا ما بيقدر، لانه في نسيج غدي حاله بين انه يجس الطبيب المسافه الوربيه او الضرع. هلا التسدي في سن البلوغ واذا كان خفيف هذا ما بده شيء. اذا رجل كبير بالعمر مثلا عمره 60 سنة كمان عنده تسدي، كمان ما بده تقييم لأنه هو هذا التسدي فيزيولوجي بنسميه.
بينما التثدي متقدم بسرعة، يعني شاب عمره 30 سنة وهو نحيف صار عنده خلال شهرين مقدار الثدي، هذا لا، لابد من أنه تقييم. علامات سوء الإنذار بالتثدي هو التقوقع بسرعة، وجود ألم أو وجود كتلة مفرزة. لازم نفرق بين الثدي التثدي وسرطان الثدي. عادة سرطان الثدي بيكون بالربع العلوي الوحشي إذا بتتذكروا بالجراحة، وبيكون قاسي والجلد منكمش فوقه. الاستقصاءات المخبرية نطلب له تستوستيرون، الـ FSH، الـ H، برولاكتين، وبنطلب له الـ HCG مشان إذا في ورم عم يأفرزه، وبنطلب الاستراجول. وحتى كمان بنشوف عن هل المريض عنده فطمشات درق، عنده قصور كبد، عنده قصور كلوي، كل لون هدول. هلا عم يقولوا لنا شو هي الملاحظات المهمة وقد يروح المريض أو المريضة يحلل البرولاكتين. كاتبينهم وفيكم تقرأوا مو صعب. التدبير إذا تسدي فيزيولوجي، إذا خفيف خلاص بنطمن المريض وحنقول له حيروح تلقائيا. أما إذا كان شديد ومشوه، ولو كان بمرحلة البلوغ إنه مشوه وتسدي شديد، ممكن نبعثه للجراح التجميلي. أما التسدي المرضي اللي فيه عندي يعني نسيج غدي موجود بقلب الثدي عند الذكر، ممكن نعطي تاموكسيفين أو مضادات الإستروجين، وممكن نعطي حاصر إنزيم حاصر لتحول، يعني إنه مادة بتحصر تحول التستوستيرون لإستروجين مثل التستولاكون. حالة صريرية إنه شاب رياضي، يعني هلأ بدنا نحط كلمة على كلمة رياضي، نبه المدرب إن في عندك ضخامة بالثدي أيمن، إجا وجايب معه هذول التحاليل، البرولاكتين عالي شوي، التستوستيرون على الحد الأدنى الطبيعي، تحاليله البقايا كلها طبيعية. هلا هذا المريض شو منشك عنده؟ إنه قد ما عم يعطوه هرمونات ثانية، صراحة التستوستيرون صار على الحدود الأدنى الطبيعية، لأنه عم ياخذ تستوستيرون بشكل استيرويدات ثانية بشكل خارجي. هلا البرولاكتين يعني على الحد الأعلى الطبيعي، بينما تذكر مرضى البرولاكتينوما بيكون شو بقعد أرقام عالية جداً، 150 و200 و300 وألفات أحياناً. هلأ هو لابد أول شيء من فحص الثدي نتأكد أنه هو تسدي حقيقي ولا تسدي كاذب، أنه نسيج شحمي ولا في نسيج غدي. إذا فحصنا بالإيكو، هلأ هنا شو كانوا عم يكتبوا؟ أنه قبل الجراحة نجري خزعة موجهة بالإيكو، أنه هذا خطأ، إلا إذا أنه كان الإيكو عطاني أنه بالثدي الأيمن في كتلة مشتبهة قاسية وفوق منه الجلد منكمش، وحتى أنه ضغط على الحلمة طلع مادة مفرزة. هون بنخاف من سرطان الثدي، وممكن أنه نعمل له خزعة موجهة بالإيكو إذا اشتبهنا بسرطان الثدي. لآخر شيء بدنا نبذته أورام الخصيتين. هي أورام نادرة، تقريباً 1% من الأورام عند الرجال، بينما الأشعة هو شو؟ البروستات والرئة. عوامل الخطورة: الخصيات الهاجرة، سوء تصنع الخصيتين والعقم، يعني هدول المرضى بنخاف انه يتطور عندهم أورام خصيتين. هلا غالبا من منشا ظهار، يعني منشا الخلايا من على حساب الخلايا المنتجه، الغالب بيكون 95%. الورم المنوي في عندنا ورم عجائبي والكارسينوما المشيميه، بس هلا السيمينوما الورم المنوي اذا اكتشفناه بالمراحل الباكره نسبه الشفاء منه 90%، يعني مباشره اذا الشاب اشتكى، هي غالبا هذا مرض الشباب، اذا اشتكى من اي تورم بالخصيه لازم ناخذه بعين الاعتبار وننفي وجود ورم فيه. هلا اذا من منشا غير ظهاري بيكون على حساب منشا الخلايا الغديه اللي بتفرز، قد تفرز هرمونات مذكره وقد تفرز هرمونات مؤنثه، وقد يطلع عنا ليمفوما من بين الاورام. شوفوا هذا المريض اللي عنده ورم، شوفوا الخصية، إذا مثلاً فحص طبيب الجراحة البولية قد يلاقي إن هي مثلاً تبراني وبشكل غير منتظم. الأعراض: تورم غير مؤلم وحيد الجانب، أحياناً بيجي المريض إنه عنده عقد إنه ضخامة عقد لمفاوية يعني مباشرةً،
قد يجي بألم بطني أو ظهري. هلأ إذا كانت الأورام فعالة هرمونياً عم تفرز هرمونات، إذا كانت عم تفرز هرمونات مؤنسة، بيجي مريض إنه بصير عنده علامات تأنس، إنه عم تروح الشوارب، صوته بدل ما يصير تخين صار ناعم، كل ما بيقول ألو بيقولوا لا أهلين كيفك، بدل ما يقولوا كيفك. بلوغ مبكر كاذب إذا كان عند الأطفال الصغار تحت العمر، تحت عمر مثلا من 10 سنوات. تسدي في الترياتوما والكارسينوما المشكلة للأشسجة. التقييم لازم فحص سريري مع جس دقيق للعقد اللمفاوية المغبنية، لازم نعمل إيكو بطن طبق وطبقي محوري، ممكن نعمل ألفا فيتو بروتئين وأشسجة. منضيف للتحاليل التستوستيرون والديهيدرو بيبي اندستينجيون سولفيت 15 كيتو ستيرويد مشان أورام خلايا لايديك. لازم نعمل جراحة ونشخص عن طريق الخزعة. العلاج بيكون جراحي وأحيانا كيماوي وشعاعي. البلوغ المبكر هو تعريفه هو ظهور أول علامة للبلوغ عند البنات أقل من 8 سنين وعند الذكور أقل من 9 سنين. لازم نميز بين البلوغ المركزي الحقيقي والبلوغ المحيطي الكاذب، يعني غير المتعلق بالجي ان ار اتش. سلبيات البلوغ المبكر انه الولد كثير يعني هيك بيتضايق من حاله، بحس انه مو مثله مثل رفقاته، انه هو صار طلع له شعر. يمكن اول فتره بيفرح بحاله انه هو حيصير مثل ابوه، بس بعدين كثير بيتضايق وقت انه بيشوف حاله مو مثل رفقاته، وممكن انه يصير ينغلق المشاش باكرة ويطلع كثير طوله قصير. البلوغ المبكر الحقيقي يعني بيكون مراحل البلوغ متناغمة مثل البلوغ الطبيعي، بيكون بتفعيل المحور من فوق من المركز من الوطاء والنخامة نزولا للخصيتين. مظاهر ذكور وبلوغ كامل حقيقي، وحتى ممكن انه يصير انتاج نطاف. 80% من الأطفال اللي بيصير عندهم بلوغ مبكر حقيقي بيكونوا إناث، بس طبعاً هدلولة إنه بيصير عندهم طمس وليس إنتاج نطاف. 80% سببه ذاتي، 10-20% سبب هذا الورم البلوغ المبكر الحقيقي سببه غالباً فوقاني مركزي. الأورام اللي هو شائع جداً عند الأطفال انه تستوستيرون عالي والH عالي، يعني مثل مثل الكبار، لازم اعمل رنين مغناطيسي واخص عند الذكور. البلوغ المبكر الكاذب لا، الFSH والH والنخامة ما دخلون، لا في شيء من المحيط عم يفرز اندروجينات. البلوغ المبكر الكاذب اسبابه اورام منتجة للهرمونات الجنسية والجونادوتروبين، انتاج اندروجين كظري مثل المتلازمة الكظرية التناسلية اللي بتعطي بلوغ باكر كاذب. يعطي مظاهر ذكورة لأنه هذا المريض عنده الخصيتين صغار والFSH والLH نازلين. ليش؟ لأنه هذا مو مركزي كاذب، هو من المحيط. التدبير إيقاف سير البلوغ حتى تراجع العلامات الجنسية الثانوية. البلوغ المبكر الحقيقي اللي مركزي من فوق، يعني حتى الـ FSH والـ LH عالي، هون بنعطيهم ديكالبتيل، بنعطيهم مماثلات الـ JNRH بشكل مستمر، بينما بشكل النبضي هو اللي بيسبب البلوغ. إذا عطيتهم بشكل مستمر، تتذكر وقت حكينا عن المستقبلات إنه كيف بتعطي شيء معاكس. علاج البلوغ المبكر الكاذب لازم أبحث عن الكظر وعن الخصية، يعني نشوف فيها مشكلة وصلحها. والحمد لله رب العالمين. خلصت المحاضرة، الله يعطيكم العافية. محمد يلا الله يعطيكم، يلا روحوا لصلاة العصر وللدعاء مستجاب في هذه الساعة، ولا تنسونا من دعواتكم. السلام عليكم. إن شاء الله دكتور، الله يجزيك عنك الخير يا رب. السلام عليكم.